السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اسكا اخبار تي في، وكذلك جي اسكا اخبار التي دائما ما تاتيكم بالحصري والجديد على اخبار الشبيبه. يعني حصريا الاتحاد الجزائري لكره القدم الفاف ينشر بيان يؤكد فيه ان الجولتين القادمتين يعني 28 و 29 في البطوله المحترفه ستلعب بدون جمهور بسبب طبعا أعمال الشغب التي حدثت في مباراة شباب قسنطينة ضد اتحاد العاصمة، والكل يتساءل يعني عوض معاقبة الفريق المستضيف عاقبوا 16 فريق، يعني صراحة ما فهمناش باش يعاقبوا فريق ولا زوج على الأقل سيدي يعاقبوا الفريقين يعني اللي كانوا معنيين بالمباراة، يعني فريق شباب قسنطينة وفريق اتحاد العاصمة، يقدروا يعاقبوهم في زوج نورمال، يعني يجوز انه يتعاقبوا، ولكن باش تعاقب 16 فريق يعني بمباراتين يعني بدون جمهور، 16 فريق يعني اللي ما داروا والو هاد 16 فريق هادو، صراحة هنا تكمن الكارثة يعني في الفاف. يعني والله نتمنوا يعني كل التوفيق لشبيبة القبائل، ونتمنوا كذلك يعني من مناصرين كل الفرق يعني انهم يترزنوا شوية وانهم يتهدنوا ويكونوا ناس واعيين وناس متقفين، لانه صراحة شفنا مناصر المولودية اللي توفى الله يرحمه، شفنا مشاكل بعدها لهنا في مباراة شباب قسنطينة ضد اتحاد العاصمة، شفنا بزاف امورات يعني بزاف ضحايا بزاف كذا، والله كارثة يعني في كرة القدم الجزائرية. هذو الحواج يعني في اوروبا صراحة ما كانش، يعني الناس راه مواعيين ومتقفين، تلقى إنسان يتفرج مع بنته مع أخته بالو في استاد مريحين، لا فامي عائلة نورمال.